أهلا بيكم. قراءتنا النهاردة الشخص اللي في بالك كيف يراك من الناحية الجنسية والجسدية. الطاقة الزمنية للقراءة مفتوحة من أي وقت بتسمع فيه القراءة دي، وهنشوف أكتر الحاجات اللي بيحبها فيكم في شكلكم وفي جسمكم. هيكون معانا مجموعتين، حطوا نيتكم على الشخص اللي بتسألوا عنه واختاروا أحد الأحجار اللي قدامكم على الشاشة. ممكن تشوفوا الحروف، الحرف الأول أو التاني أو الأخير من اسم الشخص ده. الاختيارات اللي معانا، ممكن تختاروا الحجر ده أو الحجر ده. هو كده مع تغيير الإضاءة بين الألوانات بتاعتهم أبيض أو بيج. هبدأ معاكم باللي اختاروا الحجر الأبيض. لو اخترت الحجر ده، الشخص اللي انت حطيت النية عليه ايه اكتر الحاجات اللي بيحبها فيك في شكلك في شخصيتك، وكيف يراك من الناحية الجسدية والجنسية. وهنا اما انكم مخطوبين او مرتبطين بالشخص ده، اوكي، انتم في علاقة عاطفية بالفعل. يعني الناس اللي هنا دي انت بتعامل نفسك على انك بالفعل مرتبط. يعني قصدي ان ده ممكن تكونوا مثلا داخلين تسألوا عن شخص لسه مش مرتبطين بيه او كده، لكن طاقة الناس اللي هنا انتم روحانيا مرتبطين. ممكن في البعد المادي او على المستوى المادي مش بالضرورة تكونوا مثلا في علاقة زواج او كده، لكن هنا انتوا لقيتوا توأم روحكو ولقيتوا الشخص اللي جواكوا الاحساس انه ده الشخص اللي سوف نرتبط بيه او نتزوج بيه. لو مثلا الروح بتاعتك كانت تايهة او محتاجة اللي يرشدها من فترة، او محتاج وجود مواصفات معينة او شريك بمواصفات معينة في حياتك، فهنا انتوا زي لقيتوا الشخص اللي انتوا بتدوروا عليه، او لقيتوا العلاقة اللي انتوا بتبحثوا عنها. ممكن تكونوا دلو او ميزان او عقرب او حوت، او بتحملوا طاقة هوائية او ترابية، تحديدا ممكن تكونوا برج العذراء. وضعكم المادي في الطاقة دي ممتاز، ويمكن كمان تكونوا مبسوطين قوي باللي انتوا عليه دلوقتي. ممكن مبسوطين شكلكم بجسمكم بحياتكم، نجاحات او انجازات حققتوها، في نوع من انت شخص فخور بنفسك في الطاقة دي، او فرحان باللي قدرت تحققه او باللي قدرت تنجزه. نشوف طاقة الشخص اللي انتوا حطيتوا النية عليه. يعني لو القراءة دي او الطاقة دي بتاعتك يبقى قراءة ليك، ولو كده ممكن تختار مجموعة تانية او تسمع الفيديو بوقت اخر، او في قائمة تشغيل اسمها العلاقات الزوجية هتلاقي فيها النوع ده من الفيديوهات. وهنا ده حد متابع ليكو او مراقب ليكو، حد بيبص عليك، بيبص عليكو كتير كمان. ممكن يكون في قصة عشق وزواج هنا، انتوا يا اما متزوجين من الشخص ده وبتسألوا عنه كزوج او زوجة او كده، يا اما ان انتوا مش شايفين غير ان الشخص ده اللي بينك وبينه يكون زواج، او اللي بينك وبينه يكون ارتباط. يعني لو شايفينه بصورة معينة فانتوا شايفينه بصورة الشريك، وهو كذلك. للبعض منكم ده إن لم يكن مرتبط أو متزوج منك أنت، فممكن يكون في حد تاني في حياته، أو مرتبط أو متزوج من شخص تاني، وده احتمال كبير قوي. يما أن أنتوا متزوجين من بعض أو مرتبطين ببعض، أو أن الشخص ده مرتبط بحد تاني غيرك، في علاقة أخرى أو في ارتباط تاني. الحب اللي بينك وبينه أو العشق اللي بينك وبينه موجود من البداية وفضل ثابت. يمكن العلاقة دي انقطعت فترة او تباعد فيها التواصل فترة، ولكن بيرجع تاني، وبيرجع التواصل الروحي تاني، وبيرجع التواصل الحقيقي تاني، وبيرجع احساسكم بالشخص ده مرة تانية. يعني ممكن هنا
تكون مثلا العلاقة دي حصل فيها فترات كتيرة فراق أو انفصال، أو أنت حسيت فيها لا خلاص إحنا مش مكملين، الشخص ده ما بقاش لي وجود في حياتك، فيختفي من حياتك أو شعورك بيه، يمكن لأيام يمكن للحظات شهور أسابيع، بس بعدين بيرجع تاني وكأنه ما كانش هناك فراق أو بعد. أنا عايز أعرف، طب يعني لو خدنا كارت مثلا عن العلاقة والتواصل هيقول لنا إيه؟ في تواصل، في تواصل ما بينك وما بين الشخص ده، في تواصل ما بينك وتواصل قوي جدا كمان، وفي اتفاق على زواج او اتفاق على ارتباط، متفقين على ده او ناويين على حاجة زي دي، سواء صرحتوا بالنية يعني قلتوا ان انتوا ناويين ترتبطوا ببعض، حصل تصريح، يا اما حصل اشارة يعني زي توضيح كده من بعيد لبعيد. نشوف كيف يراك جنسيا وجسديا، اكتر الحاجات اللي بيحبها فيكو في جسدكو. شوف الاول هو ازاي شايفكم، شايف جسمكم ازاي، واكتر الحاجات اللي بيحبها فيكو في جسدكو، وبعدين ننتقل للجزء كيف يراك بشكل جنسي، او لو بقى في علاقة معاك هيبقى ايه احساسه بيك، يعني حسب ما القراءة بتاعتكو هتاخدنا. هو هنا انتوا من الاشخاص اللي ممكن ما يكونش ليكوا ستايل معين واحد ثابت، على الاكتر ليك اكتر من ستايل وكل ستايل بيليق عليك، وممكن تكونوا اشخاص بتلبسوا كل حاجة، يعني بتلبسوا براندات، بتلبسوا ملابس عادية او من محلات بسيطة جدا، بتلبسوا براندات ممكن تكون عالمية، فالشخص ده حاسس ان انت بتعبر عن نفسك في مختلف الاماكن ومختلف الظروف بشكل مختلف، يعني كأنه انت ليك حالاتك الخاصة، او مثلا بتعبر عن نفسك حسب حالتك المزاجية، لو مبسوط حتى لون شعرك او كده، بيعجبوا فيكم الحس الفني او الموسيقي الموجود عندكم، ويمكن طريقة الحركة او المشية بتاعتكم تكون حلوة قوي، او بتمشوا مثلا زي عارضات الازياء، بالذات لو انت امرأة، ويمكن انت رجل تكون مشيتك ليها هيبة كده، وحد فيكم جايز مشيته تشبه مشية عادل امام، هعرفش بس هو عادل امام ليه ماشيه كده بطريقه مختلفه شويه، فممكن حد فيكم لو رجل تكون مشيتك قريبه من مشيه عادل امام، او انت بتبقى مثلا دايما في ايد في جيبك او حاجه، في ايد في جيبه وايد تانية بره، فبتحس مثلا هي ملتفته لحاجه زي دي، او دي حاجه شداها في طريقه حركتكم او في طريقه الوقفه او المشيه بتاعتكم. ممكن يكون عندكم من كل علم شوية، أشخاص مثقفة يعني قارئ في السياسة، في الفلسفة، في الدين، في الروحانيات، في الطب، في حاجات كتيرة أو في علوم كتيرة قوي أنتم مطلعين عليها، ودي من أكتر الحاجات اللي شد الشخص ده فيكم وفي شكلكم، يعني مش في شكلكم، هو في شخصيتكم أكتر، يعني هو هنا في الشكل هنقدر نقول فقط ان انت بتغير شكلك حسب المود او حسب المزاج، ولكن الشخص ده منجذب ليكو فكريا وعقليا بشكل عالي، يعني ممكن يكون سابيوسكشوال، ممكن انت تبقى عارف عنه حاجة زي كده. طيب من الناحية الجنسية والجسدية، ايه اكتر الحاجات او الشخص ده شايفكو ازاي في هذه الطاقة؟ شايفكم جامدين طحن وان الشخص ده لو دخل معاكم في علاقة يعني مش عارف يخرج منها، يعني كأنه سيقع في الشباك، سواء بقى العلاقة دي ايا كان، بس هيبقى زي وقع في الشباك، وانه هيجيله ادمان على العلاقة الجسدية معاكم، او هيبقى مدمن، او هيبقى عنده رغبات كتيرة قوي، ممكن كمان يحس انه هيبقى مهووس بيكم بالطاقة دي، او في يعني هيبقى مهووس بيكم جسديا، ويمكن بالفعل ده شخص مهووس بيكم في طاقة العلاقة الجسدية، او عنده افكار جسدية كتيرة قوي تجاهكم، وعنده تخيلات كتيرة جدا معاكم،
ممكن بيتخيل شكل علاقتكم لو تزوجتوا هتبقى عاملة ازاي، لكن ده حد حاسس ان هو معاك في الناحية الجسدية هيبقى عنده ادمان، هيبقى عنده هوس، هيبقى عنده رغبات كتيرة قوي، ويمكن يكون في حاجات معينة او اشياء معينة الشخص ده حاسس ان هو هيحبها منكم او هيعجب بيها معاكم. ممكن تكونوا انتوا اتكلمتوا في الموضوع ده قبل كده، لان طاقة الشخص ده زي صريحة وواضحة وقوية، اللي هو عنده رغبة قوية، عنده انجذاب شديد، عنده افكار وتخيلات. فالطاقة القوية دي على الاقل الشخص ده هيكون مثلا زي قالك ان هو منجذب ليك جسديا، او ان هو عاوز يكون في علاقة جسدية بينك وبينه. لو الشخص ده ما انتوش مرتبطين ببعض والعلاقة دي مثلا حد لسه جديد، او حد علاقة انترنت وانتوا مش متأكدين او مش واثقين من الشخص، يعني بصوا اقول لكم حاجة، يعني ان كيس ما تخليش علاقة جسدية تحصل ما بينك وما بين الشخص ده الا بالزواج، لانه ممكن يكون في اشتباه في الطاقة هنا. يعني مش لكلكو الشخص ده ممكن النوايا بتاعته تكون صادقة 100%، في هنا حد ممكن يكون بيتسلى، خدوا بالكوا برضو. فانت اتبع حدسك، هيكون في صوت جواك هيقولك لو الشخص اللي معاك ده مثلا بيطلب علاقة جسدية وعنده رغبة قوية جدا دي، هل عاوز العلاقة الجسدية وفي نيته ان الزواج وعاوزها من خلال الزواج، ولا هيطلبها وبعد كده مشوا فلسعة وتلاقوا ان انتوا اتدبستوا؟ فبس يعني واجب التحذير، لانه مش لكلكم الطاقة بيور. في منكم ناس مخطوبين وشخص ده بيحبكم وعاوزكم، ولكن هيأجل الحاجة دي لحد ما يعني يكون متاح لي او من حقه ان هو يكون معاكم جسديا. وفي ناس تانية يعني هقول لك اسأل ربنا واسأل الصوت اللي جواك وهتلاقي الحقيقة، اذا كان مثلا شخص ده فعلا حب يعني حب حقيقي، ولا ده شخص فقط شهواني او فقط مشتهيك وحابب يكون في علاقة جسدية موجودة بينك.